ممكنش فصل الصيف تدخل شي دار في الهلالية وما تشوفش فيها هادشي اللي غادي نوريكم دابا، خوي بيا والبدويات مشتبي، مستحيل مستحيل تدخل شي دار في الهلالية ما تلقاش فيها هاد الديكور هاك. فصل الصيف كتوصل درجة الحرارة اللي في الجنوب الشرقي أو بالخصوص منطقة ديال تافيلات لواحد الحرارة اللي كبيرة كتقدر توصل حتى 50 درجة، والناس خصهم مياه باردة باش يشربوها. زمان ما كانش الثلاجة باش يبردوا الماء وداك الشيء، ولهذا كانوا كيستخدموا البوديات المخنشين أو البوديات المشتبين سميهم اللي بغيتو والخابيات باش يبردوا المياه ويشربوا مياه باردة وزوينة خلال داك الصيف. فين ما مشيتي في الجنوب الشرقي غتلقى واحد الناس اللي كيصوبوا الخوابي، وهذه راه صنع محلي لا هي ولا حتى هاد الكويسات اللي يشتي فيهم كيجي احسن احسن حاجه فيهم، وهاد القطره ديك الريحه على القطره اللي كتكون فيهم كتكون شي حاجه واعره. هذا ربي ديال المشتم او ربي ديال المخنش، المهم على حسب، المهم كيديروا لك غير واحد البيدو عادي كيديروا ليه هنايا جنابو كيخنشوه بشي حاجه ولا كيشتبوا ولا كيدوروا عليه شي حاجه، شي تريكو قديم شي حاجه تصف قديمه ولا شي لعيبه ما عرفت باش متبادل الوالده. وايضا كانوا كيديروا واحد البلان اللي هو لا هذا ولا هذا، كانوا كيشتبوهم بواحد الخنشه ديال السكر قديمه، ولكن دابا مابقاش السكر كيتساب ديك الطريقه، لهذا كيحاولوا يديروا شي تريكويات ولا شي لعيبات اخرى ديال هذا الوقت. ما كتكمل هذه اللقطه الا بوجود اتخاذ لريحه شي حاجه ولا شي بحال هكا، البحال ديال البلاد كتكون موجوده، اما كتدخل كتلقى شي لقطه بحال هكا تلقى حداها شي دلاحه شي بتيخه، المهم شي حاجه من البحيره محطوطه هنايا ضروري. هذه الصوره كتكمل ضروري، خص ضروري هادشي خص باش تكمل الصوره. ولكن واش تعقلوا على ايامات زمان اللي ما كانش كاع فيهم شي حاجه سميتها الثلاجه، كانوا الناس ديال المنطقه ديال التافيلات ولا الجنوب الشرقي بصفه عامه كانوا كيشتو كفه ولا شي حاجه بحال هكاك، وكيديروا شي حاجه باش كانوا كيشتبوا البودا كيديروا شي لعبه بحال هكاك شي نص ملايه بحال هذيك الخنشه ديال السكر القديمه، وكانوا كيحطوا فيها هذوك الخضروات اللي كتقدر تكون كضيع الغيريه كي زعما راهم كيبردوها تماك فيها بحال راه الثلاجه، وكتحاول انها تحضيها الاكثر ولا تخليها الاكثر مده ممكنه كتكون في هذه.